السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى تكونون بألف خير. معكم زياد هادي، أستاذ آلة العود والنظريات في معهد الدراسات الموسيقية العراقي في بغداد. أتمنى تكونون بخير ونكمل معكم سلسلة أطوار الريفية. اليوم طور الأميري اللي هو مثل ما نلاحظ أمامكم في مستوحى من مقام البيات. هذا المقام الجميل جدا واللي دائما نسمعه من أحد المطربين العراقيين اللي هو فرج وهاب. فرج وهاب هذا أحد المطربين الكبار واللي دائما نسمعه من أجمل ما يكون. والآن نسمع جزء، نسمع هذا الجزء. طبعا هذا المطرب فرج وهاب وموجود على اليوتيوب، احد اغانيه طبعا، وهو هذا من فرع البيات نقدر ناخذه ونعزفه بالعود. لكن تغير بالروحية بالعزف. أتمنى استفادتوا من هذا الفيديو. تحياتي لكم، تحياتي إلى صديقي العزيز في الكويت اللي دائما يحب يسمع الأطوار الريفية. شكرا لكم وألتقيكم في فيديو آخر. مع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.